اتهمت حركة حماس الجيش الإسرائيلي بارتكاب مجزرة جديدة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وقالت وزارة الصحة في غزة إن قصفا إسرائيليا استهدف مدرسة تابعة لوكالة أونروا، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا وجرح العشرات بحسب وزارة الصحة في القطاع. بالمقابل قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارة جوية استهدفت مسلحين في منطقة قرب مدرسة في غزة. كويس انت؟ مش عارف. بشش. سيارة انا شباب.